خلونا دلوقتي نروح لدينا مرة تانية ونعرف منها أخبار الطقس بالتفصيل. اتفضلي يا دينا. فعلا يا بسان، دلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الرطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لكن بيكون مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان نشاط الرياح على بعض المناطق بالليل، وده هيقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة. تفاصيل أكتر عن حالة الجو بتنضم لينا عبر الهاتف دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. إحنا تقريبا بنشوف كل فصول السنة في اليوم الواحد، يعني بنحس أوقات إن الجو حر جدا، وبعد شوية نحس إن في نسمة هواء، بالليل نقول خلاص هنحس بالأجواء الشتوية، لكن نلاقي برضو مفيش، الجو بيكون الرطوبة مرتفعة فيه، خاصة إن إحنا كده رسميا بدأنا فصل الخريف. بالفعل احنا فصل الخريف دايما معروف بتقلباته الجويه الحاده والسريعه، اختلاف كبير بين درجات الحراره بين فترات النهار وفترات الليل، ايضا اختلاف كبير في درجات الحراره في الاسبوع الواحد. يمكن احنا اليوم نتوقع ان شاء الله تكون اجواء خريفيه مستقره على اغلب انحاء الجمهوريه، درجات الحراره تعتبر اعلى من المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات. اغلب الكتل الهوائيه المؤثره علينا القادمه من على البحر المتوسط، ففيها ارتفاع طفيف في نسب الرطوبه. فالاجواء خلال فترة النهار هنحس بيها أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مائلة للحرارة على سواحلنا الشمالية، ودي أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط. المناطق الجنوبية فيها ارتفاع في درجات الحرارة، يمكن العظمى متوقع تكون على محافظات جنوب الصعيد 41 درجة مئوية. في محافظات شمال وجنوب الصعيد الأجواء فترة النهار عليها أجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هنحس بفرق في درجات الحرارة، خاصة ان اليوم في نشاط لرياح فتره المساء مع ساعات المغرب، سرعته ما بين ال 30 الى ال 40 كيلومتر على الساعه. نشاط الرياح ده هيكون على اغلب مناطق الجمهوريه، هيقلل احساسنا بنسب الرطوبه ونحس معاه بانخفاض في درجات الحراره. كمان فترات الليل المتاخره والصباح الباكر هنلاحظ كمان احنا بدانا نحس ببعض البروده في الفترات دي بسبب طبعا انخفاض درجات الحراره. كمان اليوم في طبعا تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على المناطق الساحليه، عشان كده يتشهد انخفاض في درجات الحراره المناطق الساحليه فقط المطله على البحر المتوسط. هيكون كمان معاها فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من السلوم ومطروح غرب البلاد. لسه كنت اسال حضرتك عليه، ان هل في فرص لسقوط الامطار بشكل كبير الفتره دي؟ هو فرص الامطار هتبدا تظهر بشكل كبير الفتره اللي جايه ان شاء الله، ويمكن الايام القادمه، لكن اليوم خلينا نتكلم عن اليوم. النهارده في فرص سقوط امطار بالفعل على السلوم ومطروح، لكنها فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. على مدار ايام هذا الاسبوع ان شاء الله هنلاحظ ارتفاع طفيف في درجات الحراره. خلينا ناكد ان الخريف دايما معروف بتقلبات الجو. انا لسه كنت اسال حضرتك امتى هتنخفض درجه الحراره، بتقولي ان ممكن بقيه الاسبوع هترتفع. بالفعل احنا على مدار هذا الاسبوع هنلاحظ ارتفاع طفيف في درجات الحراره، خاصه مع يوم الثلاث والاربع، توقع العظمى فيها على القاهره الكبرى توصل ل 35 درجه مئويه. دايما النص الاول من فصل الخريف بياخد بعض سمات فصل الصيف اللي هو ارتفاعات والتذبذب في درجات الحراره. طيب بالنسبه للشبوره المائيه خاصه على الطرق السريعه في الصباح الباكر، طمنينا حضرتك عليها. خلال الايام القادمه على الاقل لمده 72 ساعه القادمه فرص تكون الشبوره المائيه ضعيفه جدا، ما فيش اي فرص لتكون الشبوره المائيه، فما فيش اي تاثير على حركه المرور ان شاء الله. اخيرا كمان عايزه اسال حضرتك عن حاله البحار الابيض والاحمر علشان كمان ارتفاع الامواج. بالفعل حاله الملاحه البحريه على البحر المتوسط نقدر نقول هي معتدله، ارتفاع الامواج ما بين 2 و2.25 متر، نقدر نقول مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. اما البحر الاحمر فايضا هيكون معتدل، ارتفاع الامواج ما بين 1.5 ل2 متر، ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. في اغلب الاحيان الاجواء مستقره على كافه انحاء الجمهوريه، هو التذبذب في درجات الحراره هو بس اللي هنلاحظه خلال الايام القادمه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي هيئة الأرصاد الجوية، والمتابعة اليومية مع حضرتك عن حالة الجو. خلونا دلوقتي نتعرف معاكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 33، الصغرى 23، العاصمة الإدارية 33-23، الإسكندرية 29-22، العالمين 29-22، مطروح 28-21، دمياط 32-22، الإسماعيلية 33-21، السويس 34-22،
بورسعيد 29-23، العريش 31-21، كاترين 29-18، طابة 35-23، حلايب 32-26، شلاتين 36-25، شرم الشيخ 37-27، الغردقة 36-25، الفيوم 34-23، بني سويف 34-23، الوادي الجديد 39-23، أسيوط 38-24، سوهاج 39-22، قنا 40-23، الأقصر 41-24، وأخيرا أسوان 41-26. طمنا حضراتكم عن حالة الجو النهاردة، ومعلش الجو مرتفع درجات الحرارة فيه عن الطبيعي خلال الأسبوع ده، لكن إن شاء الله تبدأ بعد كده في الانخفاض مرة تانية. هرجع مرة تانية لأحمد وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.